مرحبا أحمد. اليوم أنا أتحاور مع أحمد في مصر، وأنا سعيد أن أكون معي من القاهرة. أحمد، كيفك اليوم؟ كيف حالك اليوم؟ الحمد لله، يوم جميل. أحمد، أنت إنفلونزر بمواقع التواصل الاجتماعي. أحمد، أنا عندي سؤال. كما تعرف يعني نحن ندعم بعض المشاريع في المنطقة، مشاريع إقليمية. أحيانا لدينا مثلا في مصر علاقات مميزة مع السلطات، ومن خلالها ندعم كثير من المشاريع في مجموعة من المجالات. لكن أنت شخصيا يعني كإنفلونزر، ما هي المشاريع أو البرامج اللي ممكن كنت تشير إليها، وحتى أن نتعرف أكثر على الحقائق على الأرض؟ يعني أخبرني عفوا عن قصص من يعني من خبرتك الشخصية. أنا ممكن أتكلم على القصة اللي أنا اشتغلت فيها مع EU في المسابقة بتاعت إندر آيز. كان فيديو مختلف، وهو المواضيع كلها أنا بحب أركز أول حاجات اللي هي علاقة بالبيئة، والموضوع ده كان بيتكلم عن معاناة الحيوانات، تحديد الحيوانات طبعا، بس البيئة كلها، بس تحديد الحيوانات بسبب البلاستيك اللي بيبقى في البحر. فدي من الحاجات اللي انا عايز اشتغل عليها. ان احنا طبعا من اشتغلنا وعملنا الفيديو اللي كسب برضه في المسابقه. مشروع حلو كتير. طيب، موضوع النفايات، انا ملاحظ هنا يعني قرات بعد المقابله معك بانه نحن ندعم في مصر البرنامج الوطني للاداره المخلفات بتاسيس نظام مستدام ومتكامل. ومثلا هناك نحن ندعم التطوير مصنع السماد مثلا، او في القاهرة ايضا نحن ندعم بناء محطة وسيطة للنفايات. ايضا هناك مشروع نسميه ايدرو اوسا بالادارة المياه، وهناك ايضا مثلا حصاد مشروع في الاسم هو الوحاد. يعني شيء مهم، يعني احنا نتحدث عن اكبر بلد في المنطقه العربيه، لكن انا دائما ادور على القصص المعينه تبع الناس، يعني ما كيف يستفيدوا الناس من هذه المشاريع المموله من الاتحاد الاوروبي. انا شايف ان اوريدي في مشاريع زي ما حضرتك قلت برضو ليها علاقه بالبيئه كتير قوي الاتحاد الاوروبي شغال عليها دلوقتي. ومنها اللي انا اصلا هشتغل عليها كمان في الشهور الجايه، وهي حاجات ليها علاقه برضو بتقليل البلاستيك في مصر. يعني مثلا في اسكندريه مثلا في بيتش كلين اب، هننظف البحر. ايوه، شاطئ تنظيف. اوكي، الشواطئ، يعني تنظيف الشواطئ. وفي برضه مبادره تانية بتاعه العجل، ركوب العجل، وان احنا نشجع ان الناس تركب العجل عن ان هي تاخد العربيات. عشان تقلل من عدم السيارات والتلوث في البلد. فبنشجع الناس ان هي تاخد العجل وبدل وتتحرك بيها عموما يوميا، يعني بكل سهوله. فدي برده مبادره تانية بتساعد على البيئه. ففي كذا مبادره برده من الحاجات دي ان شاء الله نبقى شغالين عليها. ايوه، ومنها تدي افكار للناس اللي عندها برده افكار تانية، او تشجع الناس ان هي تطلع بافكار جديده وتبدا ان هي تنفذها، وممكن يبقى في بمساعده الاتحاد الاوروبي. فاكيد الشباب عايز يعمل حاجات جديده وعايز ينطلق. أحمد، أنا دائما أتحدث عن المشاريع وإلى آخره، لكن هل لديك ممكن من الفولوورز تبعك سؤال لي؟ هي عموما المتابعين بيبقى عندهم، يعني ما بنتكلم وأفهم منهم برضو الأسئلة اللي عندهم، بيبقى دائما عايزين يعرفوا إزاي يوصلوا للفرص. يعني دائما مثلا بطلع في الفيديو مع الاتحاد الأوروبي بتكلم مثلا في فرص، والفرص دي مثلا ساعدت الناس دي إن هي توصل للمرحلة دي. فطب الناس بتستبعد احنا نوصل للفرص ازاي؟ دائما بقول انه هناك مشاريع اقليميه تغطي ايضا مصر. سويتشمنت مرتبطه بالافكار اللي ممكن لها علاقه مع البيئه. ايضا مشروع السفير، هذا المشروع هو من خلال ما يسمى الانكوبيتوس، الحضانات للشركات، ممكن يوفر ايضا دعم للشباب اللي لديهم افكار في مجالات ليس فقط البيئه، وإنما أيضا مجالات أخرى، تمكين المرأة، تمكين الشباب بشكل عام. دائما هناك مشاريع مرتبطة بهذه القيم مثل ما نسميها، يعني احنا القيم، يعني تعزيز الحقوق الأساسية للناس، الصفقة الخضراء اللي صارت مهمة للغاية للاتحاد الأوروبي في هذه الفترة بالتحديد، والمعلومة متاحة للناس بشكل عام من خلال البعثة الدبلوماسية لدينا في مصر في القاهرة، والموقع الإلكتروني قد يكون مفيد للفولوورز تبعك أحمد. أكيد أكيد ده أكيد هيساعد ناس كتير قوي إن هي
تحقق أحلامها. أوكي يا أحمد، شكرا جزيلا لحضورك معي اليوم، بتشرف مرة أخرى، وكل التوفيق والنجاح لك في مهمتك الشخصية والمهنية، وإن شاء الله نلتقي في الكاحرة يوم من الأيام قريبا إن شاء الله. شكرا جدا، شكرا جدا، شكرا وإلى اللقاء. شكرا جزيلا، فرصة سعيدة أنت لك، مع السلامة.